أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ مرة أخرى. نعود إلى تكملة درسنا كان وأخواتها. كان وأخواتها، كان أصبح، أضحى، أمسى، بات، صار، هذه أخوات كان. وكما تعرفون أن لكل فعل من كان وأخواتها لديه فائدة ومعنى. فمثلا أصبح تفيد التوقيت في الصباح، وأمسى تفيد التوقيت في المساء، صار تفيد التحويل، وهكذا لبقية الأفعال. كان الجو لطيفا، هذه الأفعال عزيزي التلميذ تدخل على الجملة الإسمية، ترفع الأول وتنصب الثاني. نرجع للأصل، الجو لطيف، الجو لطيف جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. عندما يقول لي أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الاسمية التالية، نستقبل وإياكم اتصال هاتفي. اشرح لي موضوع جسم الفعل المضارع. الفعل المضارع الاسم، جسم الفعل المضارع. أهلا وسهلا، أهلاً وسهلاً. فرقان، الجو لطيف، ندخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية، تصبح كان. سأغير اللون لنميزها. كان ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، تصبح كان الجو بقي مرفوعا. الخبر المرفوع نجعله خبرا منصوبا. ماذا يصبح الإعراب؟ الجو اسم، كان اتصال هاتفي. نور، التلميذ نور من الموصل، تفضلي عزيزتي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. جمع التكسير والصفة، وماذا أيضا؟ الصفة، الصفة أو النعت. حاضر، تابعينا على شاشة العراق الفضائية التربوية لنتعرف وإياكم على الجواب. ننوه أعزائي التلاميذ ومشاهدينا الكرام للاستفسار الاتصال على رقم التليفون الظاهر أسفل الشاشة. إذن كان رفعت الأول اسما لها ونصبت الثاني خبرا لها، خبر كان منصوب. ما علامة النصب؟ الفتحة الظاهرة. وهنا اسم كان مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة. أصبح
أصبح العصفور فوق الشجرة، أصبح العصفور فوق الشجرة، أصبح فعل الماضي، العصفور فاعل، كان سابقا فاعل، ماذا أصبح الآن؟ أصبح اسم، أصبح عفوا كانت جملة اسمية مبتدأ وخبر، دخلت عليها أصبح فحولت المبتدأ إلى اسما لها، والجملة الفعلية فوق الشجرة في محل فوق الشجرة خبرا إلى أصبح ظرف والمضاف إليه شبه الجملة الظرفية، اسم أصبح مرفوع وشبه الجملة الظرفية في محل نصب خبر أصبح. صار العراقيون نعم اتصال انقطع الاتصال انقطع الاتصال واضح واضح أمسى البرد شديدا أمسى البرد شديدا، البرد اسم أمسى مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة، شديدا خبر أمسى، خبر لأمسى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا كل الأفعال من أخوات كان تدخل على الجمل الإسمية، ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. أحيانا تأتينا هذه الأفعال بصيغة المضارع والأمر، مثل كان الجو لطيفا، جاء الفعل كان بصيغة الماضي، وقد يأتينا بصيغة المضارع، فمثلا يكون الجو جميلا فعل مضارع، نفس عمله سابق، الجو اسم كان مرفوع، جميلا خبر كان منصوب. اتصال هاتفي، زينب من القطار، تفضلي عزيزتي. لماذا ترى من الأسماء الخمسة بالحروف ليست بالأرقام؟ العفو وطئي صوت التلفاز قليلا لو سمحتي. إذا تقدرين تنصين صوت التلفزيون أو أكون ممنون. لماذا تعرف الأسماء الخمسة بالحروف وليست بالحركات؟ إن شاء الله سنجيبكم على هذا السؤال في وقته. شكرا جزيلا. أصبح الفعل المضارع لها يصبح، فمثلا نقول يصبح العصفور فوق الشجرة، إذن هذا فيما يتعلق بكان وأخواتها. الآن نأتي إلى إن وأخواتها. إن وأخواتها، اعلم عزيزي التلميذ أن إن وأخواتها
هي عكس عمل كان وأخواتها، أي تنصب الأول وترفع الثاني. تعلمنا أن كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، ترفع الأول وتنصب الثاني. الآن نأتي على إن وأخواتها. إن وأخواتها إن وأخواتها إن نأتي لتعدادها إن أن كأن لكن طيب والحرفين لعل الفعلين لعل وليت لكل حرف فائدة. إن تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، تدخل على الجملة الاسمية، تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. ماذا تفيد إن؟ تفيد التوكيد. ما هو شرطها؟ أن تأتي في بداية الجملة، تكون في بداية الجملة وتكون مكسورة الهمزة. أن الحرف المشبه بالفعل أن يفيد التوكيد أيضا، ولكنه لا يأتي في بداية الجملة، يكون في وسط الجملة. إذن يفيد التوكيد ولا يأتي في بداية الجملة، لا يأتي في بداية الجملة. كأن تفيد التشبيه، تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، تفيد الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ أي أن يكون كلام قبل لكن نتوقف عنده ونأتي بكلام آخر بعد لكن. لعل تفيد الترجي، الترجي، ويكون الترجي للأمور سهلة الحصول قريبة المنال. ليت يفيد التمني، يفيد التمني، ويكون التمني لأمور بعيدة المنال، كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المسيب. إن نأخذ بعض الأمثلة. إن الطالبين نشيطان، إن الطالبين نشيطان. لاحظ عزيزي التلميذ، إن أتت في بداية الجملة وهذا هو شرطها. ماذا أفادت؟ توكيد الجملة الإسمية، الجملة الإسمية الطالبين نشيطان. ما هو عملها؟ دخلت على الجملة الإسمية، نصبت الأول اسما لها ورفعت الثاني خبرا لها. الطالبين اسم إن
منصوب. ما هي علامة النصب؟ لو تأملنا في الاسم نجده مثنى، والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، والمثنى ينصب وعلامة نصبه الياء. إذن الطالبين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، لماذا؟ لأنه مثنى. لأنه مثنى. نشيطان خبر، خبر إن. نشيطان خبر إن. كيف يكون خبر إن؟ مرفوع. إذن خبر إن مرفوع. ما هي علامة الرفع؟ أيضا وجدناه مثنى، والمثنى يرفع بالألف. خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. لأنه مثنى. اتصال هاتفي من علي من بغداد. أهلا وسهلا. ألو. ألو. أهلا حبيبي، تفضل على الأول. شلونك صاحب؟ أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بس أنا مرشحات. لا توجد مرشحات. إن كان لديك سؤال فتفضل لنجيبك عليه. شكرا جزيلا علي. للاستفسار أعزائي التلاميذ الاتصال على رقم التليفون الظاهر أسفل الشاشة. طيب، إن الطالبين نشيطان، نأخذ مثالا على لكن، وقلنا أن فائدتها هي الاستدراك. الفصل شتاء لكن الجو معتدل، لكن الجو معتدل، لكن تدخل على الجملة الاسمية. انظر، الجو معتدل، وعندما دخلت لكن نصبت الأول ورفعت الثاني. إذن الجو اسم لكن منصوب. اتصال هاتفي من رانيا من بغداد، تفضلي عزيزتي. أهلا وسهلا، تفضلي عزيزتي. استاذ ممكن تشرح لي موضوع نائب الفاعل؟ نائب الفاعل؟ نعم استاذ. صح. شكرا استاذ. الشكر لله. اهلا وسهلا. الفصل شتاء لكن الجو معتدل. معتدل خبر لكن مرفوع. خبر لكن مرفوع. ماذا أفادت لكن؟ ما هي فائدتها؟ فائدتها الاستدراك. جاء كلام قبلها وكلام بعدها. الفصل شتاء لكن الجو معتدل. المطر نازل لكن الشوارع نظيفة. ليس الصديقين مخلصان، وليت الغائب، ليت الغائب عائد، ليت الغائب عائد. الغائب اسم ليت،
كيف يكون اسمها دائما منصوبا؟ عائد خبر ليت مرفوع، ونبحث عن علامة الإعراب. هنا منصوب بالفتح، وهنا منصوب بالضمة. كأن المعلمة أم. لو أعطانا في الامتحان هذا السؤال: المعلمة أم، وقال لي أدخل عليها حرفا يفيد التشبيه، أيهم يفيد التشبيه؟ كأن تدخل على الجملة الإسمية، تنصب الأول وترفع الثاني. إذن ما علينا إلا أن نغير حركة الاسم فتصبح الفتحة. المعلمة اسم كأن منصوب، وعلامة نصبه ما هي؟ الفتحة الظاهرة على آخره. نأخذ آخر مثالين بالنسبة لموضوع إن وأخواتها. العلم نور، سألني بأن أدخل عليها مرة الحرف إن وأخرى الحرف أن، فكيف أدخل الحرفين على هذه الجملة الإسمية المتكونة من المبتدأ والخبر؟ كما نعرف أن إن تدخل في بداية الجملة وهذا هو شرطها، تصبح إن العلم نور. نصبت الأول اسما لها ورفعت الثاني خبرا لها. لو أدخلنا أن فهل نضعها في بداية الجملة؟ خطأ. إذن أين نضعها؟ في وسط الجملة فتصبح وجدت علمت ألفيت وجدت أن العلم نور. أن مفتوحة الهمزة لا تأتي في بداية الجملة، تأتي في وسطها أو في درج الكلام، وأيضا حالها حال أخوات إن، تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود.